بسم الله، الجزء الثاني من الجلايكوليسيس، لأن الجلايكوليسيس في الار بي سيز. طيب بيقول لك ريد بلاد كورباسلز اللي هي الار بي سيز يبقى عندها نقص في الميتوكوندريا، ما فيهاش ميتوكوندريا، تفقد الميتوكوندريا ما فيهاش ميتوكوندريا، علشان كده هي بتعتمد على الجلايكوليسيس كمصدر للانرجي بتاعتها. تمام، بيقول لك الار بي سيز نيد الاي تي بي طبعا بشكل رئيسي فور الصوديوم والبوتاسيوم، اي تي بي بامب. تمام، فبتاخده ازاي؟ تاخده بالجلايسوليسيس، هي بتحتاج الاي تي بي بشكل رئيسي علشان الصوديوم والبوتاسيوم، اي تي بي بامب دي المضخه بتاعتها. سو ديفكت اوف جلايكوليسيس ليد تو مين اكيوميليشن اوف صوديوم اند هنس ووتر انسايد الار بي سيز. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حصلت مشكله في الجلايسوليسيس، الجلايسوليسيس يعني مفيش اي تي بي، فخلاص كده الصوديوم مش هتعرف الار بي سي تطلعه بره او تتعامل معاه، لانه البامب يعني المضخه بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم محتاجه اي تي بي اللي بيجي من الجلايسوليسيس او الجلايكوليسيس. تمام، فده هيعمل اكيوموليشن اوف الصوديوم يعني تجمع الصوديوم والميه طبعا انسايد الار بي سي، وطبعا بينتهي الكلام ده بالهيموليسيس اوف الار بي سي، يعني تتحلل وتتكسر الار بي سي. تمام، عشان كده الـ deficiency of glycolytic enzyme is associated with hemolytic anemia. يبقى الـ deficiency نقص الـ طبعا الـ glycolytic enzymes بيتبع بيها hemolytic anemia، يعني نقص الـ glycolytic enzymes يعني مفيش عملية الجلايكوليسيس دي هيحصل ايه؟ هيحصل hemolytic anemia، أنيميا تحللية. تمام؟ طيب the most common deficiency is pyruvate kinase، ده اكتر واحد بينقص وبيعمل المشكله اللي هي هيموليتيك انيميا. طب ليه حصلت الهيموليتيك انيميا؟ عشان نقص البيروفيت كايناز. طب هو بيعمل ايه اصلا؟ كان بيشغل الجلايكوليسيس، وما فيش جلايكوليسيس في هيموليتيك انيميا. تمام، البيروفيت كايناز deficiency او نقصه بيقول لك is the second most common genetic deficiency that causes a hemolytic anemia after G6PD. طبعا الهيموليتيك انيميا ليها سبب رئيسي يسببها اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، ده اللي هو جي 6 بي دي، وحاجه ثانيه اسمها مين؟ اسمه البيروفيت كاينيز. والبيروفيت كاينيز ديفيشنسي، نقص البيروفيت كاينيز ده هيعمل حاجه اسمها هيموليتيك انيميا. الهيموليتيك انيميا اللي هو تكسر كريات الدم الحمراء، تكسر كريات الدم الحمراء بيحصل بسبب نقص البيروفيت كاينيز. تمام؟ تمام، طبعا زي ما انت عارف هو في حاجه اسمها كرونيك هيموليسيس، يعني تكسر كرونيك يعني مزمن مستمر فتره كبيره، يعني يحصل انكريس في 2 3 بي جي اند ذير فور ليور ذان نورمال اكسجين، هيبقى في نسبه الاكسجين اللي عندك ليور عن الطبيعي، ينقص برضو الاتش بي اي اللي هو الماتيور هيموجلوبين اللي هو الاتش بي اي. طيب هيكون في ابسنت حاجه اسمها هينز بادي، والهينز بادي دي عباره عن حاجات بتبقى ناقصه اكتر في مين؟ في الجي 6 بي دي اتش ديفيشنسي. تمام، او تبقى ناقصه في نقص البايروفيت كايناز. طيب برضو البايروفيت كايناز بيحصل ديكريز في الاي تي بي اكيد، يعني ما انت بايروفيت كايناز يعني ما فيش جلايكوليسيز يعني ما فيش اي تي بي. حلو، وده كيزنج حاجه اسمها ايرايسوسايت، وده يخلي الايريثروسايت اللي هو كريات الدم الحمراء تفقد الصفات بتاعتها والباين كونكيف شيب بتاعها. تمام، تفقد الباين كونكيف شيب بتاعها اند ات از، او يحصل لها ديستريكشن وتتدمر، وتتدمر فين؟ في الاسبلين، عشان الاسبلين اللي هو الطحال هو اللي بيكسر الار بي سي اللي ملهاش لازمه او المتضرره، بالاضافه الى نقص الايون بامبنج باي الصوديوم والبوتاسيوم اي تي بي بامب او باس، فهيحصل مشكله في تبادل الصوديوم والبوتاسيوم عشان البامب اللي بتحتاج طاقه دي وتشتغل اللي هو الاكتيف ترانسبورت. لو انت فاكر الاكتيف ترانسبورت انه محتاجين فيه طاقه، فهنا البامب مش شغاله مفيش طاقه، فده هيعمل حاجه اسمها ايون ليس، يعني نقص المعادن اوف نقص البالانس بتاع المعادن التوازن المعادن، هيعمل حاجه اسمها اسموزوتيك فيرجيتي، هتعمل خلي الخليه يحصل لها سويلنج وتتحلل. طبعا يعني ايه الخليه تتحلل وليه يحصل فريجيتي او سموزيتيك فريجيتي او سويلينج؟ علشان يا باشا
الصوديوم مش عارف يدخل جوه الار بي سيز او مش عارف يدخل جوه الخليه، فالاملاح اللي جوه قليله والاملاح اللي بره كتير مش عارفه تدخل، عشان لازم تدخل بالاكتيف ترانسبورت، وبالتالي الميه او الصوديوم مش عارف يطلع. هيحصل ايه؟ هيحصل مشاكل كتير خالص. لو على حسب بقى، ممكن الميه تطلع لو كانت الاملاح بره اكتر، هيحصل للخليه شرنك، او ممكن الميه تدخل من بره لجوه، وده الاشهر وده الاكتر، وده المقصود هنا ان الميه تدخل من بره لجوه تملى الار بي سي خالص وتخليها تنفجر، بسبب انه الاملاح اللي جوه مش عارفه تطلع بره. تمام؟ تمام. لانه لو انت فاكر كان الجلوكوز بيدخل وبيطلع الصوديوم الحكايه دي، فما فيش كده فتبقى مشكله. تمام؟ تمام. طبعا في حلقة رقم 2 احنا كده بنتكلم عن ايه اصلا؟ بنتكلم عن البايروفيت كاينيز ديفيشنسي، فدي الحالات بتاعتها. نمبر 2 هنا بيتكلم عن الرابو مورت لايبرينج سايكل. طيب بيقول لك دي عبارة عن ايه؟ It is a side pathway from الجلايكوليسيس ان ار بي سيز، يعني حته كده من الجلايكوليسيس او الجلايكوليسيس ال ار بي سي. بيقول لك it is formed of two steps. حلو ماشي. it is formed of two steps. اول ستيب باي معايا واحد وثلاثة، دايا فوسفو جلايسريت. ده او جلايسريت ده is mutated into mean، هيتغير mutated يعني تعدل. تمام. mutated into اثنين وثلاثة دايا فوسفو جلايسريت. تمام. يبقى في الحته دي في الرابورت سايكل، دي الرابورت سايكل دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ستيبين، خطوتين. الخطوه الاولى يتحول الدايا فوسفو جلايسريت ده يتحول ميوتيتد كده لاثنين ثلاثه، اثنين وثلاثه دايا فوسفو جلايسريت. هو بدل ما واحد وثلاثه اثنين وثلاثه. حلو. الواحد بس كل اللي غير الواحد يجيب اثنين بس. طيب اثنين وثلاثه دي بي جي دايا فوسفو ريت. تمام. فوسفوجلايسريت. حلو. او اللي بيرمز لها برضه بالرمز بي اللي هو فوسفو جلايسريت. المهم كبر دماغك. طبعا باي ميوتيز فروم هاي تو لو انرجي بوند. تمام. يعني بعدين اللي هيحصل من الهاي لللو انرجي بوند. حلو. طيب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق الاثنين ثلاثة دي بي جي الفوسفات. تمام. برودوسينج او بينتج بريديوسينج ثلاثة فوسفو جلايسريت، وده اللي بيعمل ريجوينت الباسوي بتاع الجلايكوليسيس. تمام. يدخل في الجلايكوليسيس تاني. طيب الامبورتنت بتاعت الرابورت لابرينج سايكل دي، يقول لك لابرينج سايكل دي في بيحصل فيها برودكشن اوف 2 3 دي بي جي، وده ليه اهميه، او البي جي او الدي بي جي. وده اول حاجه ات بوند ذا نقط بيتا تشين، ذا بيتا تشين هو بيتصل بالبيتا تشين بتاعت الهيموجلوبين. فاكر انت الهيموجلوبين لما اتكلمنا الفا وبيتا، تشين 2 الفا و2 بيتا، هو يتصل بالبيتا بيند، يربط البيتا تشينز بتاعت الجلوبيولين. تمام. ايه ويحصل ديكريز ات از افينتي تو اكسجين، ويظبط تاثيرهم الهيموجلوبين وارتباطه مع الاكسجين، وده بيساعد الاكسجين ديسوزيشن او ديسوزيشن اند انلود اكسجين ان تشو. حلو. طبعا شفت اكسجين، طبعا هنا بالنسبه للاكسجين dissociation curve to the right ماشي، بيخلي curve right، but still برضو بيسمح ب 100% saturation. حلو. ماشي. اعلانات مش عارف تيجي من الاعلانات ولا انزل لونج. ماشي. انا abnormal increase in erythrocyte 2 و 3 BGG BBG. تمام. might shift the curve for enough so ال HbA is not fully saturated in the lung. حلو. مش كله بيتعمل له saturated في اللنج، يدخل حته في ال RBCs
يتعامل معها. تمام ماشي. نمبر بي حلو، قال لك levels of 3 دي بي جي increase markedly in peripheral hypoxic tissues and hypoxic condition. hypoxic يعني اكسجين منخفض، اللي هي الهاي التيتيود او هاي التيتس انيميا، هاي التيتس انيميا. حلو حلو، اللي هي انيميا بيسموها انيميا الالتيدس او المرتفعات. during the storage of blood in blood bank، لما نخزن الدم في البلاد بانك تحصل حاجة مهمة. ماشي مين؟ طيب during the storage of blood in blood bank، blood bank ده بنك الدم جوه المستشفى نخزن فيه الدم. فاتنين تلاتة دي بي جي ده الكونسنتريشن بتاعه بيقل جرادوال يعني بشكل تدريجي لحد ما يوصل لحاجة اسمها تريس ات 10 دايز، يختفي او يحصل له تريس في ال 10 داي اليوم العاشر. تمام حلو حلو. يبقى عبارة عن تريس يعني حتة اثر كده بس او بقايا. تمام تمام. So the hemoglobin of this blood has a high affinity to oxygen. طبعا الهيموجلوبين ده عنده high affinity بالنسبة للأكسجين and is not suitable for blood transfer transfusion to hypoxic patients. أي حد عنده hypoxic patients عنده نقص في الأكسجين ما ينفعش، لأنه الدم ده كده ما عندوش أكسجين. And the severely ill patient، والناس اللي تعبانه خالص ما ينفعش تديها الدم المركون ده، اللي 10 ايام تديها فريش بلاد. تمام. الفيتال هيموجلوبين انا بقول لك في حاجه اسمها الفا 2 جاما 2 دولا يتصلوا ب 2 3 دي بي جي، وده اقل قوه من الادلت هيموجلوبين. تمام. اسمه الفيتال هيموجلوبين، فيتال هيموجلوبين اللي هو الفا 2 جاما 2، وده ادلت اقل قوه من الادلت هيموجلوبين و therefore has a higher oxygen affinity to extract the oxygen from the mother blood. حلو، عشان هو بياخد الاكسجين من المذر بلاد. رابورت او طبعا الرابورت ليو برينج سايكل، فادم جلوكوز مثلا اتحول لجلايسر الديد، جلايسر الديد 3 فوسفات، النادي اتحول لنادي اتش. طبعا عندك 1 و 3 فوسفو جلايسريت يتحول الـ ATP في الـ ADP، في زي ما انت شايف كده 2 3 فوسفو فوسفو جلايسريت ميوتيز، وده يتحول لده، واخر حاجه هنوصل لها هي البايروبي. طبعا الامبورتانس اوف جلايكوليسيز، امبورتانس اوف جلايكوليسيز، اهميه الجلايكوليسيز اللي هو يعتبر المجر سورس انرجي ان ذا سيرتين تيشو الار بي سيز وسكيتن سيستم مثلا. طيب بروفايد البايروفيت، البايروفيت بيمدنا بالبايروفيت فور كريبس سايكل، وطبعا بيعمل حاجه اسمها دي هيدرو اسيتون فوسفات اللي هو دي هيدرو اسيتون فوسفات از يوزد ان ليفر وي اديبوس تيشو اللي هو النسيج الدهني فور حاجه اسمها ترايجلايسريد ساينيس، ترايجلايسريد ساينيس نوع من الكربوهيدرات. فعذرا يعني عذرا عذرا، ترايجلايسريد اللي هو احماض دهنيه ثلاثية أساس. تمام، اللي هي الأحماض الدهنية. تمام، اللي هي بتبقى دهون ثلاثية وكده. حلو حلو ماشي. بيقول لك في حاجة اسمها 3 فوسفو جلايسريت كان بي كونفرتد انتو اس، طبعا في حاجة اسمها برودكشن اوف مين اوف 2 و3 دي بي جي فور تيشو اوكسجينيشن، طبعا في حاجة اسمها زرايكولوجي يعني روبيك تيشو از ماجور سورس اوف لاكتيك اسيد، وده بيستخدموه باي الليفر في عملية الجلايكوجينيسيس. تمام تمام. في سرطان ممكن يجي ممكن يجي نوع من السرطانات في الجلايكونيسيس، يزيد في الجلايكونيسيس بيتأثر على البي اتش. تمام، بيسبب حاجة اسمها اسيديك بي اتش، يقلل البي اتش يعني. اللاكتيك اسيديك بيقول لك البلاد لاكتيك فروم جلايكوليسيس ان ار بي سيز او مسلز، من الجلايكوليسيس في الار بي سيز والمسلز بيعمل لاكتيك اسيد، وده بسميه في الفيتس اوف بلاد لاكتيك. طبعا في حاجه اسمها تيك اب باي
the heart to be oxygenated into pyruvate into acetyl CoA and Krebs cycle. يدخل فيها. يعني هو بيجي يتحول لبيروفيت ثم acetyl CoA ويدخل معاه في Krebs cycle. Uptake by liver and kidney to be converted into glucose by glycolysis. نعم أو يتحول يروح للكدني أو الليفر عشان يتحول لجلايكوليسيز. نبدأ نخلق بيه جلوكوز يعني أو extracted as in sweet or urine لما نخلص منه. إيه أسباب الهايبر لاكتيميا؟ هايبر لاكتيميا بيقول لك التعب الشديد بيعمل هايبر لاكتيميا، القلق بيزود الإنتاج اللاكتيك خاصة في الصدمات زي الصدمة، الهايبوجلايسيميا الهايبوجلايسيميا عذرا برضو. ايه الهايبوجلايسيميا؟ يعني القلق، يعني لو حد عنده شد عضلي او تعب عضلي ممكن يكون بسبب الانكسوتي الانوكزيا اللي هي القلق. تمام. في حاجه اسمها هايبر جلايسيميا، الهايبر جلايسيميا انتي دايابيتيك دراجز، الادويه بتاعت السكر ممكن تعمل هايبر جلايسيميا او تعمل هايبو، عذرا تعمل هايبو اللي هو الحاجات اللي فيها انسولين ممكن تقلل الجلوكوز خالص تعمل هايبو جلايسيميا. ودي increase the lactic production by anaerobic oxidation of glucose. أمراض الكبد برضو ممكن تعمل decrease في lactic synthesis، وطبعا الأنسولين ممكن يعمل برضو كده. If a hyperglycemia occur, the blood lactate exceeds its normal level. لو the blood lactate exceeds يعني تعدى the normal level, this depletes the blood alkaline receive leading to lactic acid. طبعا تعمل حاجه اسمها ديبليتس، ذس ديبليتس ذا بلاد الكايلايل، هيغير القاعديه بتاعت الدم، ديبليت هيقللها خالص وهيخلي الدم يبقى اسيد نتيجه وجود اللاكتيك اسيد، فده ان كنترول لاكتيك اسيد ممكن يسبب كوز كوما، ممكن يسبب كوما. حلو كده خلصنا، اتمنى يكون الفيديو ده مفيد. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس خلي بالك كلمة كوميديا عذرا دي غيبوبة، ما تنساهاش، كوميديا غيبوبة ربما ما تكونش أخد بالك. سلام.